السلام عليكم. انا اول مره في حياتي ارد على حد بشكل شخصي او ارد على حد بعينه او اعمل فيديو من النوعيه دي، بس فعلا الموضوع استفزني لدرجه اني فعلا مش قادر اسكت. انا كنت ناوي اسكت الفتره دي بس فعلا مش قادر اسكت. يعني في مذيعه طلعت على قناه النهار يعني بتقول كلام انا غالبا الكلام ده حرق دمي من اكتر من اي حاجه في حياتي، فمضطر ارد عليها للاسف. يعني هو مبدئيا هو قطع لسان اي حد يتكلم على الجيش واي حد يتكلم على مصر، بس انت الاول تعرفي ايه الفرق ما بين الجيش وما بين مصر وما بين الرئيس وما بين الحكومه. الاول تكوني عارفه انت بتتكلمي عن ايه، مش مجرد كلام وخلاص عشان طالعه في قناه بتاخدي في الحلقه اللي فات وفي الاخر تتكلمي عن الناس اللي بتموت واللي ما بتموتش. الجيش اللي بيمثل في الجنود اللي بيموتوا عشان يحموا تراب البلد دي، اقل واحد فيهم واصغر سنا جزمته فوق دماغنا، لان احنا عارفين ان هو بيأدي خدمه هو مجبر عليها، مش بيأديها بمزاجه. وانا ليه جيش، اخويا ليه جيش، صاحبي ليه جيش، الناشط الثوري اللي انت بتتريق عليه هو حد قضى فتره جيشه او هيقضيها، هو حد مجبر انه يقضي فتره جيشه. يا ريت انت بس تعرفي الفرق ما بين الجيش وما بين الرئيس اللي انت طالعه تطبلي له. الجيش الرئيس بتاعك لما جه قلع البدله العسكريه بقى شخص بيمثل الدولة. انا لما اتكلم على اللي الرئيس بيعمله واتكلم على اداء الرئيس الفترة اللي مسك فيها، ما تجيش انت تلزقيلي فيها كلمة الجيش عشان تخوفيني وتقوليلي اللي بيتكلم على الجيش هو خاين لتراب البلد. انت اللي خاين لتراب البلد لانك بتقولي النشط الثوري دي مهنة جدت من خمس ست سنين. دول انت لو مش معترفة بيهم يبقى انت ما كنتش عايشة معانا، يبقى انت بابي ومامي كانوا بيربوك على الغالي من وانت صغيرة، فما عرفتيش يعني ايه ثورة، ما عرفتيش يعني ايه 25 يناير، ما عرفتيش يعني ايه خالد سعيد، ما عرفتيش يعني ايه جيكا، عرفتيش يعني ايه الناس اللي ماتوا في الميادين، فطلع بتتكلمي عن جهل وما عندكيش اي خلفيه عن اللي انت بتتكلمي عنهم دول وعن عظمتهم وعن ان هم لا يقلوا قدرا عن الجنود اللي ماتت عشان خاطر تحمي تراب البلد، لان هم ماتوا برضه عشان البلد دي تبقى حاجه. ما تطلعيش تتكلمي بمنتهى الاستخفاف وتقولي كفايه بقى تستعطفوا الناس وانتوا قاعدين في الموبايلات. احنا ما بنستعطفش الناس، احنا ما حلفناش غير الموبايلات نتكلم فيها. انت معاكي قناه ما شاء الله فيوهاتها بالملايين، معاكي صوت في الخلفيه، شيرين سلم على الشهداء اللي هناك، فتقطعي قلب الناس اللي بيسمعوكي. لكن احنا ما معناش حاجه في الخلفيه، احنا بنتكلم كده زينا زي الناس العاديه، احنا بنتكلم وصوت الناس هو اللي في الخلفيه، صوت الناس اوسخ مقطوعه معزوفه ممكن تسمعيها في خلفيه حد بيتكلم، هتاثر فيك اكتر من صوت شيرين. الناس بتتوجع، الناس مش لاقيه تاكل، احنا بنتكلم على الفيسبوك عشان لو اتكلمنا زيك في برنامج هنطير، احنا بنتكلم على الفيسبوك عشان طلعنا زيك في الشارع بنقول 1 2 3 مش هيسيبونا، اللي بيتكلم عكسهم بيتقتل، انت قاعده في برنامج بتتكلمي وحاطه رجل على رجل، اللي بتقولي مش مهم سكر، في ايه السكر مش موجود، الرز مش موجود، نستحمل، اما تستحملي تعالي كلمينا عن الاستحمال، ما تبقيش انت قاعده مش قادره تستغني عن البيبي ليس وما تقدريش ما تروحيش الكوافير قبل الحلقه وعامله لي شعرك وعامله لي وعامله لي وعامله لي وبتاخدي كام انفه في الحلقه وتطلعي تقولي ما نستحمل، فيها ايه لما نستحمل؟ احنا في اقتصاد حرب، اقتصاد الحرب ده انت اللي تعرفيه، اقتصاد الحرب ده مين اللي حطينا فيه؟ حرب ايه؟ حرب ايه يا محارب؟ اقتصاد الحرب ايه اللي خلى الدولار يطلع من 7 جنيه 15 جنيه؟ اقتصاد حرب ايه اللي خلى الرز يختفي والسكر يختفي من السوق؟ اقتصاد حرب ايه اللي خلى لبن الاطفال المدعم الاهالي مش عارفه تجيبه دلوقتي عشان في الصيدليات بضعف ثمنه؟ اقتصاد حرب ايه اللي خلى الجيش واقف بيبيع رز وسمك ولحمه وفراخ في الشارع؟ اقتصاد حرب ايه اللي خلى الجيش يجبر جنوده ان هم يتقتلوا؟ انت بتكلميني في ايه واحنا مش عارفين الف ب تعزيزات امنيه؟ الجيش اللي قال انا قادر انشر الجيش كله في البلد كلها في 6 ساعات، مش قادر ينشر نص الجيش في الكمائن المهدده في سينا ومعروف ان هي مهدده. انا دلوقتي لو جيت وانت واقفه رحت رازعك بالرجل من ظهرك وقعتي على وشك، وجيت تاني مره رزعتك بالرجل من ظهرك وقعتي على وشك، تالت مره اكيد هتدوري على حيطه وراكي عشان تقفي بحيث ان ظهرك يكون محمي، بحيث ان محدش يعرف يضربك من ظهرك. لكن انا اسيب الحيطه اللي ورايا مش موجوده واسيب الناس ماسكه جندي غلبان لو حد عطس في وشه هيموت، لا مهيئ لحاجه ولا مستعد لاي حاجه، ويدخل عليه واحد بجرينوف ولا يدخل عليه واحد بآلي هيموته، حتى لو هو مين هيموته، لان هو اصلا رايح عشان يموت، انت راميه هناك عشان يموت، راميه من غير تعزيزات وراميه من غير اسلحه مهيئه وراميه من غير ورميه من غير، ده انت حتى مش مديله اوامر باطلاق النار لو حد هجم عليه. انت بتتكلمي في ايه؟ وبعدين الجيش اللي انت بتتكلمي عليه ده قلتلك مليون مره جزمته فوق رقبتنا، بس مش الجيش اللي انت تقصديه، مش الجيش اللي انت بتحكيه في اسم الرئيس عشان خاطر ما نتكلمش عن الاداء وما نتكلمش عن الفقر وما نتكلمش عن الغلاء وما نتكلمش عن ان البلد راحت في داهيه. الجيش اللي انت بتقولي عليه ده وحاطه صوت شيرين في الخلفيه الجيش بتاعك انت، الجيش اللي قعدت في القناه دي، النشطاء السياسيين اللي من 5 6 سنين، الشغلانه الجديده اللي طلعت، من غير الشغلانه دي ما كان الزمالك قاعده هنا، لان الرئيس اللي كان هيبقى موجود لو كان رئيس بيحترم الحريات ما كانش هيقعد واحده تطبل له. لو على الطبله احنا بنطبل احسن ناس ممكن تطبل في البلد، احنا ما يعني مهارتنا في الطبله اكتر من مهارتك. شباب السوشيال ميديا اللي تتريق عليهم
اقل واحد فيهم اكفأ ان هو يقعد مكانك اللي انت قاعداه ده، بس هو ما عندوش واسطه للاسف، ما عندوش بابا يتوسط له عند مخرج القناه، ما عندوش شعر سايب عشان خاطر يقعد في مكانك، ما عندوش حد ليه علاقه بالقناه قريبه ومش عارف ايه، مفيش الكلام ده. في واحده كان نفسها تقعد في مكانك وامكانياتها اكتر منك كلباقه وكتحدث وكحياديه وما قعدتش في مكانك عشان هي محجبه والقناه ما بتشغلش محجبين. فما تجيش تكلمي بقى عن العدل والعداله وعن عادي مش مهم السكر ومش مهم البتاع، وانت ما تقدريش تستغني عن البيبي ليس عشان شعرك. قبل ما تطلعوا في الاعلام وقبل ما تتكلموا بصوت الناس وقبل ما تتكلموا بحماسه قوي كده وتتحمقوا، اعرفوا الاول الفرق ما بين المسميات اللي بتقولوها. جيش البلد دي اللي هو انا واحد منه، ولو حصل حرب مش بتوع الجيش بس هم اللي هيحاربوا، البلد كلها هتحارب. اللي انت بتقولي عليها حاله حرب، انا ما اعرفش اقتصاد الحرب ده انت جبتي منين المصطلح ده. اقتصاد الحرب ده لو احنا فيه تبقى كارثه كارثه، وعلى لسانك انت اللي قلتيها، لان احنا كنا في بلد عاديه جدا فيها مشاكل وفيها وفيها، بس ما وصلتش اقتصاد الحرب. شوفوا بقى مين اللي خد قروض ومين اللي ودانا في 60 داهيه ومين اللي دفع مليارات في مشروع فاشل، ومين اللي ودى فلوس هنا ومين اللي ودى فلوس هنا، ومين اللي ودى فلوس التبرعات تحت الارض، ومين اللي ودى فلوس الصندوق تحت الارض، ومين اللي ودى ومين اللي ودى، وفي الاخر بنشوف اقتصاد الحرب ده مين اللي وصلنا ليه ويتحاسب. لكن تيجي تكلميني في اقتصاد حرب وانت قاعده في قناه حاطه رجل على رجل وبتاخدي كام الف في الحلقه وبتروحي البيت ما بتقدريش تقعدي من غير التوست وتقعدي من غير المشروبات بتاعتك والحاجات بتاعتك اللي ما اعرفش بتاكلوها ولا تشربوها دي، وتيجي تكلميني عن اقتصاد الحرب. انا كواحد عايش مبسوط، بس بتكلم عن الغلابه لان الغلابه مش لاقيين حد يتكلم لهم. الراجل بتاع اسكندريه اللي قاعد في الشارع مرتبه المعاش بتاعه 23 جنيه ما كانش لاقي حد يتكلم عنه، نزل في الشارع وخلع هدومه وفاض بيه. الشاب اللي ولع في نفسه في اسكندريه امبارح ما كانش لاقي حد يتكلم عنه، ولع في نفسه وفاض بيه. الناس خلاص مش لاقي حد يتكلم لها، سواء تختك الله اعلم هو راح فين ولا بيعمل ايه، انتوا مش رحمين ومش عاتقين، مش راضيين حتى تسيبوا الناس تتكلم، انتوا طالعين تضللوا بس، انتوا مضللين، انتوا وجودكم ملوش اي 60 لازمه في الحياه غير انكم تطبلوا، وطبلكم بقى صوتها سخيف وملهاش اي معنى، واللي بيطبلوا لكم على طبلكم اسخف منكم بكتير. ربنا يعيننا وربنا يرحم البلد دي من اللي هي فيه، خصوصا من اشكالكم.